حقيقةً أنا عشت للنحل عشق يعني لا يوصف. أحس النحل يعني جزء مني. بالنسبة للخلايا الشمعية هذه أنا اخترتها أو انتقيتها من عدة سنوات، وعلى أساس أنه أنتج عسل سائل طبيعي 100% عن طريق الشهد. والشهد عبارة هو عن الخلية تبني شمعها بنفسها عكس اللي هو شمع الأساس. فأنا هيئت الصناديق هذه على شاكلة مستطيلة وتشبه الجذوع، مع أن في الاشتراك هناك وكان جذوع كثيرة لكن شبه أنها انقرضت. فأنا اخترت هذا الصناديق على أساس أنه أقدر أنتقل وأتحرك بها بأي مكان. عملية تربية النحل بالشمع الطبيعي هي نوعا ما مش أقول لك صعبة، ولكنها شوية يحتاج لها فترة طويلة ويحتاج لها وقت عكس الشمع الأساس. كيف يعني؟ يعني الشمع الأساس إذا تعطي النخلية شمع أساس هي بتبني في خلال يوم واحد فقط. أما بالنسبة للشمع الطبيعي فهي يحتاج لها إلى عدة أيام لحد ما يكتمل بناء هذا البرواز. البرواز هذا أنا صغرته خليته نص إطار تقريبا 25 سنتي تقريبا كذا. فعلى أساس أنه هذا القياس يتلائم مع الخلية ويتلائم في السرعة للبناء ومن ثم أيضا في العمل، لأن الشمع الأساس يختلف عن الشمع الطبيعي. إن شاء الله تعالى حيث أنه نحصل على جودة العسل ممتازة، ونحصل على إن شاء الله يكون شيء القلب يرتاح له بحكم أنه طبيعي، شمع طبيعي. أنه الشمع الطبيعي هذا النحل أساساً هو يبنيه بنفسه، نحن ما نتدخل إطلاقاً في الشمع، نحن بس نقدم للنحل فقط فريم فاضي ما فيه إطلاقاً أي شيء. النحل يقوم ببناء هذا الإطار بالشمع الطبيعي. ومن هذا المجال أنا حقيقةً يعني تشجعت وحبيت إن يكون معي مجموعة من الخلايا الشمعية، وكان بدأت بعدد بسيط ما يقارب 16 خلية، ثم وصلت لـ40، والحين معي الحمد لله ما يقارب فوق 50 خلية.